اخواني اخواتي مشاهدين الاعزاء، بالنسبه للناس ديال التريب، الناس اللي كيديروا الرحلات، فيديو اليوم غادي نتكلموا على هذه البوطه. هذه البوطه بشحال مره انا خرجت للرحلات وكنحطها وكيديرونجيني البرد. غادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش تبدلوا هذه البوطه بواحد الطريقه بسيطه. قبل ما نطول عليكم نمروا لطريقه الصنع هذا العازل هذا بعد هذا الفصل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طريقه الصنع العازل غادي يكون بهذا الريدو هذا. طريقه سهله وبسيطه، نبداو على بركه الله. كما شفتوا الخوت الشكل النهائي ديالو كيكون خفيف، الحجم ديالو ماشي كبير بزاف، تقدر ديرو في ساكادو خفيف وكتحلو بها بطريقة هذه، سهل جدا. وكذلك كتولي تجمعو بهذه الطريقة. يعني هذا راه مخدوم بالالومنيوم، الريدو كاع الناس كيعرفوه، كاين واحد النوع ديال الريدو رقيق بحال هذا. هذا الشكل مزيان، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تبخلوش علينا جام ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء ولي كومونتير ديالكم زوينين. في امان الله.